إلي أنت كليكيت على الموضوع اللي في الفيديو باش تعرف أشنا هو الاقتراع بالتمثيل النسبية، غادي نقول لك أنت معلم وباغي ما زال تفهم. وبما أنك أنت معلم وباغي ما زال تفهم، وأنا ما عنديش الوقت باش نصوب هذا الفيديو ونشرح فيها، لأن خرج لي واحد بلان من الجن وخلاني ما نكملش الفيديو، المهم نعاودش قصة حياتي. فغادي تلقى تحت هذا الفيديو اللي أنا كنشعوق فيها دابا واحد ديسكريبسيون اللي فيها الليان ديال واحد السيت ويب اللي فيه واحد المقال كيشرح شنا هو التمثيل النسبية. هادشي بما رجعت من الخدمة اللي برزت قبيلة بها باش نجي نصوب الفيديو ديال التمثيل النسبية. هذاك الشيء كامل تقرا في المقال، غادي نعاود نديرو فيديو اللي يسريو العيبات في نيون زويون. غير هو دابا ما عنديش الوقت، صبر معايا وشكرا.